أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام مسجد يملك مالا كثيرا، ولكنه عندما يأتي الصلاة يأتي بإزار متسخ وقميص متسخ، وعندما أقول له لماذا لا تشتري ملابسا جديدة للصلاة فيقول: من تواضع لله رفعه، فما حكم صلاته؟ هذا ما هو بتواضع. الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة ليست ستر العورة فقط، بل الزينة تشمل الملابس، تزين للصلاة، تقابل رب العالمين، تقف بين يديه، تزين بما تستطيع من الزينة تقديرا للصلاة وتعظيما للموقف بين يدي ربك، هذا شيء مطلوب. والله والحديث يقول: إذا وسع الله عليكم فوسعوا. قول: إذا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يا أخي هذا ما هو بتواضع، هذا ما هو بتواضع. نعم، لا تلبس الملابس الفاخرة، لا تلبس الملابس الفاخرة يصير هذا من الشهرة، تلبس الملابس المتوسطة النظيفة الجميلة، إن الله جميل يحب الجمال. نعم.